كريم مشاهدينا الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من ارضيه ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه دبي ريسنج، حيث أننا ننقل على حضراتكم ختامي السنوي الكبير الذي قاموا هنا. ونتابع وياكم الآن الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقاية المهجنات الجعادين لأبناء الغبايل، ومسافتنا 5 كيلومتر، وجائزة الشوط سيارة للمركز الأول وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. نتابع وياكم الآن مقدمة هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول، بنشوف الآن اللي في مقدمة هذا الشوط. ناخذ اللي في المركز الأول، مهيض في المركز الأول في هذه اللحظات للسيد غانم بن راشد بن غانم بن مسفر بالقوبة. احنا ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني للسيد محمد بن علي بوليلة المري، وفي المركز الثالث للسيد سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي، وفي المركز الرابع شاهين للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الخامس مياس للسيد سالم بن حمد العامري، وفي المركز نشوف ونخلي في المركز السادس من الجانب الثاني المتحد للسيد سعيد بن راشد بن حلفان المري، وفي المركز السابع مليح للسيد راشد بن ناصر بن سعيد اليابري، وفي المركز الثامن في هذه اللحظات للسيد علي بن ناصر بن بخيته المري، وفي المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع حبيب للسيد مطر بن ملحان الشمري، وفي المركز العاشر للسيد ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصراع، وبنسير إلى مقدمة هذا الشوط وبنرجع إلى المركز الأول في هذه اللحظات. مزاح لا زال يمزح على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن علي بوليلة، هو الآن في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مهيض، ويلا يا مهيض نبن يجيب بخاطرة بن خزينة يا أهل الجعدان، خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعته وبريض، لكن أرى التسلل من شاهين للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامر المغامر متواجد مع شاهين في المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث مهيض في المركز الثالث للسيد غانم بن راشد بن غانم بالقوبع، وننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع غزيلات للسيد سعيد بن سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الخامس السيف للسيد عيسى بن حمدان البلوي، وفي المركز السادس مليح للسيد ناصر راشد بن ناصر بن راشد اليابري، هو الآن في المركز السادس وفي المركز السابع في هذه اللحظات. أرى المتحد للسيد سعيد بن راشد بن حلفان المري، وفي المركز الثامن مزاح للسيد علي بن ناصر بن بخيته المري، وفي المركز التاسع نشوف وناخذ اللي في المركز النصر في المركز التاسع للسيد سعيد بن محمد بن كلفوت المزروعي، وفي المركز العاشر للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، هو الآن اللي في المركز العاشر، واسمه لباب. يا سلام على الجعادين، يوم مهيض غير يبى القصيدة يبى السيارة يبى الناموس، بدوا يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا مهيض للسيد غانم بن راشد بن غانم بن مسفر بالقوبعة، يغير مع مهيض إلى مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني المتحد للسيد علي بن ناصر
بن بخيته المري، وفي المركز الثالث شاهين للسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري، وفي المركز الرابع من الجانب الثاني يتسلل إلى المركز الرابع المتحد، يبقى يتحد مع مهيض على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن راشد بن حلفان المري، يغير وينتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الخامس من هنا النصر، للسيد سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي، وفي المركز الخامس من الجانب الثاني يتسلل من الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى المركز الأول في هذه اللحظات شاهين للسيد خليفة بن أحمد بن شمال بن شملان الفلاحي. يا سلام، أجانا من حيث لا نعلم، فاجعنا وانتقل سيده إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على شاهين للسيد خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي. يا سلام، المركز الثاني شاهين للسيد حمد بن عبد الله بالخزام. يا سلام يا سلام على شاهين، ايضا له دور فعال، والان اتجاهنا اتجاه سليم واتجاه صحيح الى خط النهايه والى المنصه الرئيسيه بقياده شاهين الخليفه بن احمد بن شملان الفلاحي، يندفع مع شاهين في مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني راهي للسيد سلطان بن احمد للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري، لكن هنا براق يصل الآن ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن سعود المري، لكن راهي في شكله وفي أدائه، راهي للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. والسلامات أقرب لمدينة العين، مدينة الخضرة، مدينة الجمال، وخاصة هالمنازف يا سلام. ها هو راهي في شكله وفي أدائه، يقترب من الناموس، يقترب من السيارة، وبنقول سلام عليكم يا هالمدينة العين، أسعد الله صباحكم يا هالمنازف. تهانينا للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثاني براق للسيد محمد بن سعود المري، وفي المركز الثالث شاهين للسيد خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز الرابع مذير للسيد ناصر بن علي بن محمد بن خصيبة الظاهري. بقية المراكز نترك كل أعضاء خط النهاية، نتابع التوقيت الزمني، ساعة وصول راهي إلى خط النهاية قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وقدر 7 دقائق 42 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري، والذي وصل في المركز الثاني براك قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 43 ثانية 43 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك براق السيد محمد بن سعود المري، والذي وصل في المركز الثالث شاهين قاطع المسافة 7 دقائق 44 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي، تهانينا للجميع والناموس. تواصل الانطلاق.